يعد من أقدم العلاجات منذ العصور القديمة. العسل هو غذاء ودواء يستخرج من رحيق الورود والأزهار. يعتبر عسل الجارة من أقوى أنواع العسل في العالم، والتي تتواجد غرب أستراليا، ولديها موسم إزهار واحد وهو مرة كل عامين، وتتنوع فوائده الصحية والعلاجية. الله وهبنا إياه وذكره في القرآن أن فيه شفاء للناس. العسل مادة كمادة غذائية جدا مفيد للإنسان لما يحتويه من مضادات أكسدة ومعادن وفيتامينات مثل الفسفور مثل المغنيسيوم مثل الزنك. واللي يميز العسل كذلك كمادة غذائية أن الناس كلها ممكن تستخدمه، أطفال وكبار السن يستفيدون من هذه المادة الغذائية في حماية أجسامهم، في رفع مناعتهم، في كذلك العلاج من بعض الأمراض أو بعض البكتيريا اللي ممكن تنشأ في داخل جسم الإنسان أو خارج جسم الإنسان. توجد طرق عدة لتناول العسل، فهي تعتمد على رغبة الشخص وعلى الغاية المرجوة منه، سواء كانت وقائية أم علاجية. لو نتكلم عن الجهاز الهضمي فهي تساعد في عملية تحسين عمل الجهاز الهضمي، علاج القرحة والقولون مساعدة فيهن، وكذلك عملية المساعدة في الغثيان اللي يصير نتيجة الأكل الزايد أو الفيروسات الموجودة والبكتيريا الموجودة في المعدة. كذلك في شفاء الجروح، شفاء الحروق، عندنا كذلك تغذي الأنزيمات اللي موجودة في المخ على أساس أنه ما تي فقدان الذاكرة للشخص هذا اللي يستخدم العسل. يعد العسل المادة الوحيدة التي لا تفسد من الأغذية، ولكنه قد يتبلور مع مرور الوقت، ويمكن أن يظل صالحاً لفترة طويلة في حال تم تخزينه بشكل صحيح. بالنسبة لو تكلمنا عن موضوع التخزين، التخزين جداً مهم في موضوع العسل. المادة الغذائية هذه إذا تخزنت بصورة صحيحة فهي ممكن تظل معاك سنوات وسنوات وسنوات. أفضل وضعية للتخزين المادة الغذائية اللي هي العسل تكون من 10 إلى 21 في درجة حرارة الغرفة، بحيث أنها ما تتعرض لأشعة الشمس المباشرة، ويتم إحكام إغلاق هذه العلبة بحيث أنها ما تتعرض للرطوبة وتفسد المادة الغذائية اللي موجودة داخل العلبة. على الرغم من فوائد العسل الكثيرة، إلا أنه مثل أي مكون غذائي يجب أن يتم اتباع سياسة الوسطية عند استهلاكه، فخير الأمور أوسطها.